مستحيل الاجنبي يسوي كذا. لا ما الاجنبي بياخذ راتبه وبيمشي. لكن شوف الطير هذا لو يجي واحد فيها مرض شب فيها كلها. لكن انا شفت صحتها ما شاء الله اعطيها تحسينات واعطيها كل حاجه. ما شاء الله بيض الله وجهك. طبعا الغذاء هذا وبيض مجفف اضافه الى عظام الحبار هذا من الصبور هذا غني بالكالسيوم بالاملاح اضافه الى الورقيات مثل الخس الجرجير البروكلي الفواكه التفاح والبرتقال هذه ضروريه الاسبوع في المره. ياكلون هذه محملات غذائيه.